صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم في تفسير قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أن هذا يعني الإتيان من القبل أو الدبر. إيه لكن مع القبول يكون الوضع في القبول من أي جهة ما يخالف، أما يطأها من الدبر هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لوطية لازم يكون في صمام واحد وهو القبول. نعم.